هذا البرنامج برعاية اهلا بحضراتكم وركننا الحواري اللي هنتكلم فيه النهارده عن المبيدات. عاوزين نتعرف على حجم المبيدات المستهلكه في مصر، والحجم ده بيمثل قد ايه بالنسبه للتجاره العالميه للمبيدات. هل احنا اكثر استهلاكا للمبيدات عن غيرنا من الدول، ولا طريقتنا في استعمال المبيدات هي اللي محتاجه ترشيد واعاده نظر؟ هنتكلم كمان عن المبيدات المهربه او المغشوشه اللي دايما المزارعين بيشتكوا منها، وكيفيه مواجهه هذه الظاهره او ظاهره مصانع بير السلم المنتشره او المحلات غير المرخصه اللي ممكن يخدع فيها المزارع. هنتكلم عن نوعيات المبيدات المستخدمه في مصر ومدى الامان وتوفر عنصر الامان فيها، وهنتكلم عن اشياء كثيره جدا لها علاقه بالمبيدات اللي هو موضوع مهم بالنسبه لنا كمصريين عاوزين نتناول غذاء صحي وامن في الداخل، وايضا نصدر فائض منه الى الخارج يكون قصاده عمله صعبه تساهم في نمو هذا البلد. عن المبيدات تدور هذه الفقره بصحبه دكتور ممدوح جلال مدير المعمل المركزي للمبيدات. اهلا بحضرتك معنا يا فندم. دكتور ممدوح، عندنا الاول تقرير بيرصد يعني مشاكل بعض المزارعين مع المبيدات، خلينا نتعرف على المشاكل دي، ربما هي متكرره لكن بنحب نسمعها دايما ونكون منطلق لحوارنا بعد كده مع حضرتك اسمح لنا. نروح لهذا التقرير ونرجع نبدا كلامنا فورا مع دكتور ممدوح جلال. النبات المغشوش اللي هو يعني اللي هي الرش واللازم منه، فبيضر الارض بيخلي المحصول قليل وتعبان، ولو المحصول في المره الثانيه برضه بيخلي البني ادم ان مثلا جاب الاكل جاب حاجات من الارض، فبتجي له بقى تعب وفشل كلوي وامراض ربنا اللي يعلم بيها ومش هتكفي برضه. ودي سيادتك انا وريتك الحاجات اللي انا جايبها هيك، ما بتعملش اي حاجه في الزرع، فاحنا عاوزين حاجات حاجه مضمونه وحاجه من نازله حاجات مقفوله جاه يعني ما تتفتحش الا لما يكون واحد يشتريها يفتحها بايده بس. بتاثر انك انت ترش لا بتموت بعوض ولا بتموت دوده ولا بتموت حاجه. ادي التاثير بتبان فين بقى؟ ساعه ما تيجي الزرع يقرب يستوي تلاقي عدم تاني زي ما هو، تروح تدور انت بقى على دواء نظيفه على دواء نظيف وترش من جديد. ادي التاثير. اقول ان كل شيء دلوقتي بالنسبه للادويه والحاجات اللي هي بناخد مبيدات الحشرات اللي بناخدها الارض لعلاج الارض يعني فاسده ما بتصلحش زي دلوقتي الارض ما بتستنفعش منه. يعني حاجه بناخدها حتى طعم الاكل دلوقتي في كل حاجه اتغير. شوش اضرار كتيره، فشل الكلوي، تعب المعده، ويعني كلها سرطانات وبتاثر على البني ادم قبل ما تاثر على المجتمع. وكل ده تكلفه عليه على الناس، والناس يعني غلابه ما يملكوش اي شيء. ونسال يعني نرجو المسؤولين ان هم يعملوا ضميرهم مع الفقراء اللي زينا والناس اللي الفلاحين. معظم المشكلات طبعا بتتكلم في رايهم ان دي حاجات منعدمه التاثير او انها فاسده او مغشوشه، وبالتالي ما بتجيبش تاثير على يعني منتجاتهم الزراعيه. يعني عاوزين نشيل صوره سيئه اللي هم واخدينها، لان في بعض المعاملات الخطا اللي بينتج عنها هذا الكلام. اول حاجه بس قبل ما نبتدي كلامنا، فاحنا يعني بنهنئ الشعب المصري وبنهنئ الاخوه المزارعين بقرب عيد المولد النبوي الشريف، ونتمنى لهم ان شاء الله من مزيد من الدوام التفوق والصحه، وهم طبعا يعني امانه في رقبتنا واحنا هنحافظ عليها. والنهارده ان شاء الله انا يعني هوضح لهم بعض المعلومات اللي هي تطمنهم. اول حاجه السرطانات اللي بيتكلموا عليها السرطانات، اولا لا يوجد مبيد في على مستوى العالم نقدر نقول ان هذا المبيد مبيد مسبب السرطان. دي الكلمه اللي كانت مشهوره قوي ما بيننا ومسرطن ونطلقها كده على العالم. السرطان احنا سمعنا حتى طماطم مسرطنه. طبعا الالفاظ دي طبعا لا يوجد مبيد في مصر او في العالم بنقول ان هو مبيد سرطان، ولكن في مبيدات غير ممنوع استخدامها لاحتمال ممكن تعمل خطوره، فدي احنا منعينها اصلا من التداول في المبيدات، وفي اجراءات صارمه بتستخدم في تسجيل المبيدات في مصر من خلال لجنه المبيدات. فموضوع ان المبيدات دي بتعمل صحه وتعمل فشل كلوي، طبعا يعني مش عايزين نتهم المبيدات، بس المبيدات ممكن تبقى جزء، وما نقولش كمان المبيد، نقوله سوء الاستخدام. صحيح. يعني مثلا المبيدات المنزليه لو قلنا مثلا البيروسول، طب ما انا لو استخدمته ورشيته ونمت وانا فوقيه، ايه اللي يحصل؟ الاستفاء. ليس هناك مبيد امن، ولكن هناك المبيد ده ماده كيماويه سامه يجب الحذر عند التعامل معها، بتعامل مع مواد سامه. في الحاله دي هناك بقى ايه؟ الاستخدام الامن للمبيدات، وده اللي بنعمله. يعني احنا عاملين لغايه دلوقتي مدربين اكتر من حوالي 5000 مهندس ومزارع على مستوى الجمهوريه من خلال لجنه مبيدات الافات والتنسيق معانا من خلال الباحثين اللي موجودين في المركز، واللي منظم هذه الدورات لجنه مبيدات الافات الزراعيه، اكتر من 5000 اتدربوا على الاستخدام الامن للمبيدات، لان هي دي المشكله بتاعتها. لو بصينا احنا لحجم المبيدات اللي موجود
بالنسبه لنا احنا هنلاقي ان احنا نسبه استهلاكنا للمبيدات بالنسبه للعالم قليله جدا. اه احنا عاوزين نعرف بقى يعني حجم تجاره المبيدات في مصر قد ايه وحجم استهلاكنا اذا ما قارناه بالعالم، لان برضو عندنا دايما احساس بان مصر بتسرف في المبيدات، وده ربما يكون احساس خاطئ اذا طلعنا على الارقام السليمه. لا، هو حجم مبيعات المبيدات في العالم كله 54 مليار دولار. لو بصينا لمصر، مصر بتستهلك 8500 ماده فعاله، يعني حوالي من 1700 الى 1800 طن سنويا. لو قارنا على مستوى العالم هنجد ان امريكا بتستخدم، قاره امريكا بتستخدم 40% من الانتاج العالمي، اوروبا برضو 40%، قاره افريقيا كلها على بعضها كده كلها بتستهلك 3%. يعني كميه المبيدات المستهلكه قليله جدا جدا، بعكس ما الناس متصوره ان احنا غرقانين في المبيدات. طب الاحساس ده بيجي منين؟ ان احنا هم بيستخدموا استخداماتهم في المبيدات تختلف عننا، فالمشكله ليست في الكميات ولكن المشكله في طريقه الاستخدام والتطبيق الموجود. فهو الاستخدام الامن بيحميني جدا، بيحمي المحصول، بيحمي الانسان، ليه كل المميزات الكويسه، لكن المبيد ما نقدرش نقول المبيد ده امن. او جميع المبيدات مواد سامه يجب الحذر في التعامل معها. عشان كده نلغي بقى حكايه ان هو السرطان والفشل الكلوي والحاجه دي كلها. الحاجه الثانيه اللي شفتها في التقرير برضو لفتت نظري، ان ما بتجيبش حاجه المبيدات، ما بتجيبش حاجه، ملهاش تاثير. ملهاش تاثير. في برضو فكره موجوده، ممكن احنا شفنا برضو واحنا بنحلل المبيدات اللي هي بتجي لنا المربوطات، لقينا ان يعني الفلاح بيستخدم المبيد بياخد معلومته منين؟ من التاجر بتاع المبيدات. انا عندي عفن يقول لي خد مبيد العفن، عندي كذا يقول لي خد مبيد لكذا، تمام. فالتوصيه هنا يجي خد المبيد مش للقفه او للمرض اللي هو عاوزه. طيب التوصيه جت للمرض اللي هو مش عاوزه، كل نتيجه ايه؟ مش هجيب نتيجه. يعني مثلا نقربها لك بالظبط بالمثل، واحد عنده مرض الكبد خد دواء القلب مش بتاعه، ما جابش نتيجه، يقول لك ده المبيد ما جابش نتيجه، ده زادت الاصابه. ليه؟ لان التشخيص بتاع المبيد مش هو اللي هو التشخيص الصح. فدي اول نقطه بيقع فيها. يبقى اي مبيد بيشتريه ما بيجيبش فعاليه، اول حاجه بيقولها ايه؟ المبيد مغشوش. ده احنا فهمناه من ايه؟ لما خدنا المبيدات اللي هم قالوا عليها دي لقينا المبيدات سليمه، لما حللنا المواد الفعاله بتاعتها، ولكن الماده اللي بتستخدم مش للمرض اللي هو قايل عليه. فهو بقى يعني هو برده معذور لان الارشاد الزراعي الاعداد قليله جدا. عشان احنا كده بنحاول دلوقتي من خلال قناه بطاطس الزراعيه، من خلال تليفوناتنا موجوده عند كل الناس، من خلال البرامج اللي موجوده، بس هو خد ان هو ايه؟ فقد الثقه في المرشدين او في الدكاتره اللي بتيجي او في اللي بيسمعوا، بيتجه لايه؟ للراي العام، اخلط ده على ده، اعمل ده على ده بدون اي ضوابط. وبعد ما يقع في الفاس في الراس يقول لك ايه؟ الحقني، المبيد ده ما جابش نتيجه، انا عاوز احلله. طب انت جايبه ايه؟ وبعدين مبيد مثلا سعره 100 جنيه ومعروف، لقيته انت ب 40 و30 جنيه، شيء طبيعي ان هو هيكون مغشوش. ما يسترخصش يعني المبيد لان بيبقى له ثمن معين. احنا النهارده مفتوحين، لينا مواقع، مالناش مواقع اذا كانش بيعرف يقرا، لينا برامج موجوده في كل حته. عاملين دورات بصوره مكثفه جدا. يعني يقدر لو ما كانش في اتصال مباشر مع مرشد زراعي او مع مهندس زراعي، يقدر يدخل على موقع معين ويشوف الاعراض ايه وينقي على اساسها. موقع المعمل المركزي موجود، ولجنه المبيدات بتنزل كل سنه مطبوعات للتجار، بتوزعهم على تجار المبيدات دلوقتي، فيها التوصيات والمبيدات المسجله في مصر كلها، اي مبيد غير اللي موجود ده يبقى مش مستخدم. طيب التدريب اللي حضرتك كلمتني عليه ده تعاون بينكم وبين لجنه المبيدات؟ لجنه المبيدات هي اللي بتنظمه. واحنا بنخش ومنسقين معاهم بصفتنا، احنا عندنا الاخصائيين والباحثين اللي هم دارسين، واللي بتنظم العمليه دي لجنه المبيدات، واحنا بنساهم بالقاء المحاضرات مع فريق من مركز البحوث كله في تخصصه، بحيث ان احنا نوصل لمهندس الارشاد، بيحضرها مهندس الارشاد ومهندس المكافحه بتاعنا وبعض من المزارعين او التجار المهتمين المعروفين هناك، كل دول بيحضروا الدورات ديت. فاحنا بنعمل تكثيف جامد للدورات. للاسف انا برضو بلوم على الفلاح، لانه بيسمع لكلام زمايله الفلاحين والوصفات البلديه زي اللي احنا بنعملها برضو في الطب، استخدم الوصفه البلديه. لا، ده في حاجات مدروسه، واحنا كل سنه بيطلع كتاب بنسميه دستور لنا موجود في كل حته وبيتوزع. الكتاب ده فيه كل التوصيات المبيدات المسجله في مصر حتى تاريخه، وهيصدر قريبا يعني في خلال ايام كتاب توصيات المبيدات لعام 2017 في جميع المبيدات المسجله في مصر بالصوره وبالتوصيه وكل طرق سليمه لتطبيق المبيدات. ده يعني التغييرات في المبيدات المستخدمه من سنه لسنه بتتغير كل سنه، في مبيدات ممكن بتسجل وفي مبيدات ممكن تتلغى. وبالتالي هو هيتابع النشره السنويه دي موجوده على المواقع او عند التجار المعتمدين. طبعا. قبل ما نشوف يعني نغوص في الموضوع اكتر، نعرف بس الاول حدود تخصصات يعني المعمل المركزي للمبيدات، هو بيشتغل على ايه بالظبط في المبيدات؟ تمام. المعمل المركزي للمبيدات انشئ عام 1970، وهو اول معمل في الشرق الاوسط وافريقيا بيقوم باختبار وتقييم فعالية المبيدات في مصر وإصدار شهادات لتسمح بالتسجيل والتداول وشهادات مطابقة للمواصفات. عندنا عدة أقسام، من أهمهم قسم بحوث تحليل المبيدات. لا يمكن يدخل مبيد مصر إلا أن يجرى عليه التحليل، مستحيل أن مبيد يخش مصر دون أن يجري عليه تحليل. عشان بس في ناس بتتهم بتقول لك إيه، أن المبيدات لازم نحللها. جميع المبيدات اللي بتخش بتخضع للتحليل. التحليل ده بيعمل إيه؟ بيحلل جميع العينات، الرسائل اللي جاية مستوردة من الخارج، المصنعة محليا،
تمام؟ وبيطلع لها شهاده مطابقه للمواصفات هي اللي بتسمح بتداول او لا تسمح بتداول. اخطر من كده مش الماده الفعاله الموجوده بس، الشوائب، الشوائب دي اخطر من الماده الفعاله. الشوائب اللي موجوده في المركب ليها حدود مسموحه، اذا عدت الحدود المسموحه تبقى خطر، فبنمنع من تداولها. عينات التجريب بنعمل لها البصمه الكيميائيه والفيزيائيه، البصمه دي زي البصمه الجنائيه، بنشوف بصمه المركب، بنشوف الخواص الكيميائيه والفيزيائيه، اذا كانت مطابقه للموجوده بنسمح لتسجيله، شيل التسجيل، لم تطابق فبنمنع تسجيل هذا المركب، لان ممكن تبقى الماده الفعاله سليم لكن الشوائب والبصمه بتاعتها مش جايه مظبوطه. البصمه لان المركب مش ماده فعاله بس، ده ماده فعاله وعليها الفورمولايشن او التجهيزات اللي موجوده عليها، ودي مهمه جدا احنا بندرسها. فمفيش مبيد بيخش مصر، طبعا هتساليني سؤال، لما المبيد بيخش كده بالدمارات دي كلها، امال المبيدات اللي المغشوشه دي بتخش ازاي؟ تهريب. تهريب. طيب يعني هل المبيدات دي بيتم تجريبها برضو من خلالكم في بعض المساحات او الحقول؟ المبيد بيخش يتسجل بيخضع للتجريب لمده سنتين. مده سنتين. وفي كل مره بيجرى تحليل على الماده الكيماويه والمركب كله في التحليل، بيجتزئ الاختبارات في سنتين، بيبدا في اجراءات تسجيله، بيجي بقى ايه اتسجل عاوز يستورد، لازم عشان يستورد ياخد موافقه استيراديه من لجنه المبيدات، الموافقه الاستيراديه هيستورد مثلا 500 طن، تطلع لجنه من المعمل من قسم الرقابه تاخد عينات من الشحنه اللي هي قبل ما تخش، قبل ما تنزل ونسمح لها بالدخول، طلعت مطابقه نسمح بالتداول، طلعت غير مطابقه تتصدر بره وترجع تاني. لكن حضراتكم اللي بتشرفوا على الموضوع كله من اول ما هم بيتقدموا بانهم عاوزين يستوردوا شيء معين فبتجربوه وبعدين بتسجلوه. كل التقدم والافراج والموافقات الاستيراديه بتتم من خلال لجنه مبيدات الافات الزراعيه. والمعمل بيبعت للمعمل لجنه المبيدات حلل هذه المبيد، نبعت مطابق المواصفات، نبعت للجنه تسمح له ان هو يصدره، طلعت مش مطابقه بترجعها، ما بياخدش الموافقه الاستيراديه. طيب اذا حضرتك بتكلم عن اجراءات صارمه جدا وبتقول الحاجات اللي هي مش كويسه دي نتيجه للتهريب، لكن هي هل في كمان جزء منها نتيجه لمصالع بين السلم والغش اللي بيحصل في المبيدات؟ برضه بيجي من التهريب، ان بيعمل ايه؟ بيجيبوا الماده الفعاله من اي وسيله بتتهرب وبيبدا يصنعها هو بنفسه. فغش المبيدات يعني لما اروح انا اعمل قضيه لغش المبيدات في يعني الغش ده بيجي يعني مبيد منتهى الصلاحيه خلاص بعتبره مش نافع مش مسجل. لكن ممكن مبيد غير مسجل لكن المواد مظبوط لكن غير مسجل دخل بطريقه غير شرعيه. طيب احنا القواعد اللي بتتبعها لجنه مبيدات الافات ايه هي؟ اولا احنا بنتبع المرجعات العالميه، وكاله الحمايه الامريكيه الاي بي اي والاي والاتحاد الاوروبي وكندا واليابان في الحاجات اللي هي خاصه بالرز، لان لقينا ان الرز دايما بيبقى موجود دايما فين؟ في قاره اسيا. فالمرجعيات بتاعتنا والقواعد بتاعتنا زي القواعد اللي بره. فعشان دي من القواعد الصارمه دي واحنا لازم نعمل كده، ما نقدرش ندخل مبيد في اي مفاعل. عشان كده بقول لك المبيد الذي يدخل مصر مضمون بنسبه 100%. هتقول لي في حاجه مضمونه بنسبه في 100%؟ انا بقول لك المبيدات في مصر مضمونه بنسبه 100%، ولكن يعني التهريب لازم يبقى فيه جزء من التهريب، ولكن بعد الثوره حصل يعني برضو بعد الانفلات، ولكن حاليا في خلال السنه الاخيره ديت، السنه الاخيره اللي احنا فيها ديت، ابتدينا نطور من نظام الرقابه مع لجنه مبيدات الافات. نتكلم بقى عن الرقابه على الاسواق وعلى المبيدات المغشوشه دي بيكون ازاي؟ كويس. الرقابه الاول كنا احنا بنعاني، احنا المعمل كله كان عنده سبعه على مستوى مصر في الرقابه. سبع افراد فقط. فكان ده صعب جدا. طبعا. الرقابه دي بتعمل ايه عندي؟ هي اللي بتسحب العينات من الجمارك، اللي ليها قواعد في سحب العينه، عينات من الجمارك، من المصانع، من المخازن، تسحب جوه العينات. بتعمل ايه؟ بتروح تعاين المصانع، تعاين المحلات للاتجار عشان تدي ترخيص. بتروح بتشترك في العينات بتاعت الاشتباه والضبطيات مع شرطه المسطحات والبيئه. فكان صعب جدا ان السبعه دول يقوموا، ولكنهم كانوا بيعملوا مجهود اكتر من الطاقه المعينه. ابتدينا بالتعاون مع لجنه المبيدات، تفضلت شاكرا ووضعت، عملت لجنه اسمها لجنه الرقابه على المبيدات، جمعت فيها كل المتخصصين من الجمارك، من شرطه المسطحات والبيئه، من مباحث التموين، من الاساتذه في كل التخصصات الموجوده، وبنجتمع شهريا كل شهر. فعملنا ايه؟ احنا عشان نعين ناس طبعا صعب جدا احنا عايز. فعملنا ايه؟ وصلنا الى ان احنا ندرب ناس موجودين في المديريات اللي هم يصلحوا يشتغلوا في الرقابه. لقينا احسن ناس يشتغلوا في الرقابه مين؟ في المبيدات، مهندسي مكافحه الافات. فالاداره العامه لمكافحه الافات تفضلت شاكره معانا وتعاوننا في هذا المجال، وكان الدايركتور بتاعنا لجنه مبيدات الافات اللي بتشرف على التنفيذ وتمويل اللجان ديت، فقررنا ان احنا ندرب المهندسين بتوع المكافحه يكونوا ايه؟ في الرقابه. فتم يعني من البرامج المحترمه جدا اللي اتعملت، ابتدينا بخمس محافظات، يعني ابتدينا من 25 ل 30 فرد، وصلنا لغايه 20 محافظه. اصبح عندي دلوقتي تقريبا من 96 الى 100 مراقب موجودين على مستوى المحافظه. بعد سبعه تضاعف العدد بفعل التدريب التحويلي ده. اصبح في كل محافظه في خمس من الرقابه. تلاقي واحد من القديم، لان احنا كنا سبعه وعندنا بره حوالي 15 او 16، بيبقى يعني اسكندريه كان فيها واحد بس. فاصبح دلوقتي في حوالي خمسه، صحيح خمسه مش عدد يعني كبير على اساس المحافظه اللي هي مراكز، لكن اكيد عملنا حاجه. كل ده ادى الى ايه؟ ادى الى ضبط سوق التداول. زائد اللجنه بتعمل ايه تاني؟ بتجتمع
كل شهر مع بالفريق مع مديري زراعة اللي هم بيشرفوا على عملية التنفيذ وتوفير الإمكانيات للرقيب اللي موجود هناك إن هو يؤدي عمله. خدوا تدريب عالي جدا ولسه كمان هنعمل لهم تدريب متقدم، لأن لقينا في أثناء التعامل إن في رقيب قديم ورقيب جديد، عشان نوفق بينهم ويبقى فيهم دايما تفاهم، لقينا إن ممكن تحصل عزيات، فبنجمعهم حاليا في دورات تدريبية معا عشان يفهموا إن الغرض من هذه العملية هو خدمة الرقابة والقضاء على عملية غش وتهريب المبيدات. نتج عن الحملات بقى، طبعا عملنا حملات كتيره في السنه دي جدا. ليه؟ لان كل شهر بنقعد مع بتاع البيئه، شرطه البيئه، مباحث التموين، الاداره العامه لمكافحه الافات، واحنا اصلا بنشتغل كمان احنا الاساسيين في الرقابه، كل ده تعاوننا مع بعض ونزلنا عملنا حملات. نتج عنها ايه تقريبا لغايه دلوقتي؟ احنا في خلال السنه دي لغايه الوقت اللي احنا فيه في اقل من سنه يعني عملنا يعني ضبطنا حوالي 200 طن مبيدات منتهيه الصلاحيه. متقسمه ازاي؟ جبنا 285 محل وست مصانع مش مترخصين، و365 محل على مستوى الجمهوريه فيها مبيدات غير مسجله. فالضبطيه كبيره جدا في خلال ده ما كانش يجي. بدا السوق يحس ان في هناك تفتيش وفي رقابه بتعملها. فاضل لنا حاجه واحده بس عشان كمان ناخد حريه اكتر، لان انا عشان انزل اعمل حمله بحتاج معايا الشرطه. ليه؟ لان انا ما عنديش الضبطيه القضائيه. يعني تنسيق بينكم وبين جهاز الامن علشان مفيش حد يتعرض لكم، تقدروا ان انتم تأدوا دوركم بشكل انسب. ولنا الصلاحيه اللي احنا ليه؟ لان بعد ما نعمل الضبطيه طب لو هنعمل فيها ايه؟ بنحولها للنيابه. مين اللي هيحولها للنيابه؟ مع محضر الشرطه ومحضر التعامل كله بيتحول للنيابه. لو دي مش موجوده ما انا ما عنديش الضبطيه القضائيه، فاحنا ان شاء الله في القانون الزراعه الجديد اللي هو بيتعدد دلوقتي هيتعمل منح ضبطيه للرقابه على المبيدات، واحنا دلوقتي زي ما اقول لك عندنا نواه حوالي 100 فرد غير ده غير المجموعه اللي عندي في المعمل، فعندنا طقم كويس جدا من يعني تصوري من 7 ل 100 اكيد اتنقلنا نقله كبيره جدا. طيب هل في محافظات فيها يعني المخالفات اعلى فيها من محافظات ثانيه؟ وهل ده له اسباب معينه؟ المحافظات الحدوديه القريبه دي اللي بيخش منها تهريب، لان انت حدودنا كبيره جدا. وبالتالي هي الاكثر عرضه انه لكن احنا ممكن نتغلب على الغش والتهريب ده بالوعي. احنا البرامج اللي بنعملها بنحاول نركز على النقطه دي. طيب. بنحاول نركز على النقطه ازاي نساعد المزارعين في ده؟ ازاي يتوجهوا لمحلات موثوق فيها؟ يعني يقدروا يتعرفوا ازاي برضو افضل على المبيد المغشوش من المبيد الكويس؟ احنا هنعمل دلوقتي ايه؟ المحلات اللي احنا بننزل نمر عليها دلوقتي ولقيناها من المحلات الكويسه هنحط عليها علامه مميزه من اللجنه ومن المعمل، بنقوله ايه؟ بنقول ان هذا المحل مو محل واخد امتياز وليه الضمانات معاك. بنحاول ندرس دلوقتي نعمل مراكز تجمع في المحافظات نجمع فيها المبيدات تبقى موجوده يعرف يشتري منها، لكن ده مش مبرر ان هو يروح يشتري اي حاجه. لا، لازم يتاكد من المبيد ان المبيد ده مسجل، والراجل اللي بيشتري منه ده لازم ما لازم يكون في مصدر ثقه للمبيد، ولازم يتاكد من نوعيه الاصابه اللي هو بيحددها، التشخيص بتاع المرض ده مظبوط ولا لا، لان كل حاجه عندهم يقول لك عفن 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 عفن. طب والعفن ده ايه؟ ده في فطر وفي بكتيريا وفي حاجات كتيره جدا، في حاجات كتيره جدا. طبعا في طريقكم في يعني مبيدات راكده موجوده، المبيدات مثلا انتهت صلاحيتها، المبيدات اللي ممكن تكون جت واحنا مش محتاجينها في مصر ولازم نعيد تصديرها، ازاي بتتخلصوا من المبيدات دي؟ دي مشكله كبيره بقى. دي مشكله كبيره انا بعتبرها يمكن اكتر من الرقابه. الرقابه احنا ان شاء الله هنسيطر عليها وابتدينا نسيطر على السوق بدليل ان احنا نسبه الغش او البتاع دي مش هنقول عليها غش يعني كلها مغشوشه، لا، يعني مبيدات مش متسجله انتهت مده صلاحيتها ولسه ما اتسجلتش، محل من غير ترخيص بس بيشتغل برضه في المبيدات بس من غير ترخيص، يعني ما فيهاش. فلو احنا بنوصل لكلمه غش المبيدات احنا اقل من 15%. لو بصينا لدول ثانيه في العالم عندك الصين ممكن توصل فيها 30%، في دول في الاتحاد الاوروبي توصل ل 10 و 15%. تمام؟ وبعدين الغش ده مش وسيله عندنا بس، ده الغش ده على مستوى العالم. لو بصينا لحجم الغش على مستوى العالم يوصل حوالي 630 مليار دولار في كل المواد. تاتي المبيدات في انهي مرتبه؟ في المرتبه ال 22. امال المرتبه الاولى في الغش هي ايه؟ اخطر بقى من المبيدات الادويه. يا ساتر. تاتي الادويه في المرتبه الاولى من الغش على مستوى العالم، يليها الالكترونيات. والمبيدات بتاتي في المرتبه ال 22 في عمليه الغش. فالغش دي ظاهره موجوده، حجم الغش عندنا تقريبا في مصر يعني او وصل حجم الغش يعني على مستوى العالم في المرتبه حوالي 2 مليار دولار ويمكن اكتر كمان من الرقم ده. فيعني الغش بالنسبه لنا ما بيمثلش المشكله الاولى، لكن المشكله الاولى هي الرواكد وكيفيه التخلص منها. الرقابه احنا بنسيطر عليها بالاشخاص وبنعمل لها نظم وبندربهم وهنستخدم نظام الباركود الجديد اللي هو فيه تليفون بياخده بيشوف على الجهاز، هيبقى تليفون عادي متوفر، هيبص على في برنامج بيخش فيه بياخده اللي هو الرقيب، هيبص على يحط التليفون على الباركود يطلع له كل حاجه عن المركب. فهيقدر يعرف اذا كان المركب ده يعني مظبوط مسجل ولا غير مسجل ولا. دي من الوسائل اللي بنديها للرقابه، وكل ما نكتر الرقابه ونكتر من الحملات بتبدا يحصل عمليه ضبط للسوق. نيجي بقى للمبيدات، انا فرحت بالدكتور عملت 200 مليون عملت 200 طن. هخلص منهم ازاي؟ مشكله كبيره بقى. لان هناك مبيدات خطره جدا اللي بنقول عليها خطره وممنوعه، ممنوع استخدامها. اللي هي كل المبيدات اللي هي الكلورينيه اللي هي منها الدي دي تي واللاندين، ودي كان في عندنا مشكله موجوده عندي حوالي 1000 طن منهم مواد خطره اللي هي 220 طن 10 كونتينر موجودين في السويس لاندين من المبيدات المحظوره من سنه 1985.
يعني بقى لها داخل اكتر من 20 سنه كان وزارات كتير قالت هنحاول نخلص منها، وزاره البيئه قالت هنحاول. نجحنا دلوقتي لان السنه اللي فاتت في 2015 في مارس وقعنا اتفاقيه وقعت البيئه من مشروع الاداره المستدامه للملوثات العضويه الثابته البوبس، ووقع عليها وزير الزراعه ووزاره الزراعه ووزاره التعاون ووزاره البيئه ووزاره الكهرباء. ليه؟ لان في مواد طبعا خاصه اسمها خاصه بالمولدات الكهربائيه برضو عايزين يخلصوا منها. فالحمد لله نجحنا اللي احنا خدنا منحه من البنك الدولي، وطبعا هنساهم احنا طبعا كوزاره الزراعه بمبالغ معينه، والكهرباء هتساهم وكل الوزارات هتساهم عشان نتخلص من العمليه دي. وتم عمل مناقصه لان هذه المبيدات احنا بنتخلص بالمبيدات عن طريق حاجتين. كنا الاول ممكن نعمل حفر ونعدم فيها، فطبعا ده بيأثر على المياه الجوفيه. فدلوقتي بنعمل اما عن طريق الحرق، بنحرق في مصانع الاسمنت او في الخارج. اللندين ما ينفعش نحرقه هنا لان هيطلع عنه مركب حاجات اسمها الدايوكسينات، دي خطر اللي هي ممكن تعمل بقى مشاكل كبيره جدا، فهنحرقه في الخارج. فرس العطا على شركه يونانيه هتقوم باعدام اللندين في فرنسا. خدت عينات تحللها فرنسا، واحنا من المعمل المركزي خد عينات يحللها عندنا عشان نعملهم مطابقه للعينات. تمام؟ وان شاء الله ما هتاخدش فيه اختلاف لان احنا ماشيين بنفس النظم ونفس الاجهزه اللي موجوده اللي بتتعمل بره، هو هيبقى زي الخارج. هل في برنامج زمني يعني للتخلص من هذه المشكله؟ هو خلاص ابتدينا دلوقتي، وجاري اللي هو بعد انتاج التحليلات دي كلها هنبدا نعدم اللندين، وهتبدا الشركه يتجمع بمواصفات معينه، وهيتعدم من خلال الشركه اليونانيه، هيسافر لفرنسا يتعدم. ضفنا احنا عليه ايه؟ عندنا حاجه اسمها مخزن الصف. مخزن الصف ده برده من في التسعينات بداوا يجمعوا المبيدات الراكده يحطوها في مكان واحد، وانتهى المشروع واصبحت مصيبه موجوده في مخزن الصف، ان ده شغله كانت موجوده بيخزنوا فيها القمح. طبعا انتهى من اقدرش نخزن فيها القمح دلوقتي، والمبيدات موجوده فيها حوالي 350 ل 400 طن، منهم حوالي 10 طن من المواد الخطره. فاحنا ضمينا في المناقصه دي، وكنا طبعا يعني قعدنا خلافات فيها لغايه ما اتفقنا ان احنا نضم ال 10 طن دي اللي هي المواد الخطره الى اعدامهم ما فين مع اللاندين اللي موجود في فرنسا، عشان بنحاول ان احنا نخلي مصر خاليه من المبيدات المحظوره اللي هي طبقا لاتفاقيه ستوكهولم اللي هي بتقول ممنوع استخدام المبيدات الكلورينيه. فان شاء الله نتعشم، وان شاء الله هيحصل باذن الله بالتعاون مع وزاره البيئه باذن الله ان احنا نخلي مصر سنه 2017 خاليه من الملوثات العضويه الصفراء. تبقى مبيدات الراكده اللي هي المبيدات اللي هي مش خطره اللي ممكن نحرقها هنا. فاحنا قدامنا طريقين، طبعا لازم هنعمل تحليل من خلال المعمل عندنا نشوفوا مدى امكانيه المبيدات دي، المواد الفعاله فيها قد ايه، وامكانيه استخدامها او لا. المواد اللي نقدر نعيد تدويرها ونستخدمها طبعا دي هتبقى افضل ونعيد استخدامها تاني. المبيدات اللي هي غير مسجله وما نقدرش نعيد تدويرها فهتعدم في مصانع الاسمنت او تعدم في الخارج، واحنا شغالين في الدراسه حاليا عشان ننتهي من اعدام 750 طن، هيتفضل 350 طن على مستوى المديريات، عملنا حصر فيهم من خلال المعمل وحللناهم وعرفنا المبيدات اللي هي لان في ليبل على المركبات مش عارفين هي ايه، حللناها وتعرفنا هذه المركبات، وعندنا حوالي 350 طن. يعني هنتخلص ان شاء الله في نهايه في منتصف 2018 من حوالي 1000 او اكثر من 1000 طن من المبيدات الراكده. اتفضل المشكله بقى قامت بيها لجنه المبيدات، بصراحه تفضلت شاكره في النقطه دي، هي اللجنه المسؤوله عن الموافقه الاستيراديه والافراج عن المبيدات، لان لقينا ان في احنا بنعمل ضغطيات كتيره جدا، طب دي هنعمل فيها ايه؟ فدي مشكله. فلو قلنا البيئه هي اللي هتعدمها، احنا بنحلل ونعمل، لكن البيئه هي جهه الاختيار. البيئه ما عندهاش الاموال الكافيه لاعدام الاعدام الطن بيكلف 4000 دولار مبلغ كبير جدا. فاحنا هنعمل ايه؟ قلنا بقى يعني اللجنه خدت قرار في من شهر، الموافقه الاستيراديه اللي هتيجي انا هوافق للشركه الفلانيه اجيب لك 1000 طن، انت بعتي 800 وفاضل 200 او موجودين في السوق ما تدوش، هيتعدم وهينتهي مدتهم. مش احنا بندي صلاحيه كمان سنه، يعني احنا بندي موافقه 30 شهر، وممكن تمدي كمان سنه صلاحيه بنحللها طلع صالحه بنديهم سنه كمان. طيب بعد المده دي خلاص المبيد مش هيستخدم او اتلغى تسجيله، مين هيعدمه؟ على حساب مستورد، عشان الشركه او صاحب الشقه. الشركه النهارده اللي هتيجي هتكتب تعهد واقرار بيها ان اي كميه من المبيدات هتفضل هتتعدم على حساب مين؟ مستورد، لان التاني بيدخل كميات كبيره بيغرق بيها السوق ويشوف هتعمل ولا لا. فدي عامله لنا مشكله، فدي هتعيد الانضباط. دي محتاجه قانون ولا ممكن تطبيقها عادي؟ ده تطبيق في اللجنه دلوقتي اللي بيعدل الاستيراد. بالنسبه بقى للمحلات او هتتحاسب على صاحب الضبطيه بكل الوسائل ان شاء الله في قانون الزراعه الجديد هيتناول، لكن اللجنه خدت قرار انا بعتبره قرار تاريخي جدا كويس جدا، ان جميع الشركات اللي بتدخل للمبيدات او المبيدات المصنعه محليه اي كميه هتفضل منهم هتعدم وانتهت صلاحيتها، هتعدم على حساب صاحب الشقه. خلاص بقت قاعده دلوقتي عشان نقدر نخلص من مشكله المبيدات دي، لان هفضل اجمع اجمع اجمع، طب وبعدين هنعدمها ازاي؟ اموال تقيله جدا، واحنا عارفه في ظروف معينه اللي يخطا يتحمل تكلفه الخطا. طب الحاجات اللي هتعدم في مصانع الاسمنت دي مفيش منها خطر في انبعاثات او غيره؟ لا مفيش خطر، ليها مواصفات اذا كانت تصلح للاعدام هنا، احنا بنقوم بالتحليل ليها، شوفوا نسبه الماده الفعاله قد ايه، نسبه الشوائب اللي موجوده فيها قد ايه، وبتتعبى بمواصفات معينه وما بتتعدمش كلها مره واحده. ده بتطلع لجان على فترات، يعني ممكن الطن ده ياخد له مثلا 6 7 شهور. ليه؟ بتطلع لجنه من البيئه
ولجنه من معاه شرطه من شرطه المسطحات ومعمل المركزي لمبيدات الرقابه على المبيدات بيطلعوا بيحضروا عمليه الاعدام الموجوده ديت. طيب المعمل المركزي الموجود في مصر هل ليكوا اتصال بالهيئات المماثله في العالم وكيفيه الاستفاده او تبادل الخبرات بيبقى ازاي؟ طبعا طبعا يعني احنا دلوقتي اتصلنا في شركتين يعني اتعمل مذكره تفاهم برضو اللي اشرفت عليها لجنه المبيدات في شركه باسف وشركه باير. شركه باسف بحيث ان احنا بنقوم بتدريب المتبادل بيننا اللي هم بيجوا عندنا وفعلا جم زارونا واتفقنا برضو ان احنا هنعمل برامج تدريبيه بحيث هم هيجوا هنا هيعملوا تدريب عندنا واحنا برضو الحاجات اللي هي مش متوفره هنا هنبعت مجموعه برضو مننا تتدرب. ووقعت مذكره تفاهم بين لجنه المبيدات وبين شركه باسف على تدريب العاملين بالمعمل المركزي للمبيدات شركه باسف وشركه باير. ولسه اخر حاجه عاملينها من اسبوعين كنا عاملين منظمين ورشه عمل مع شركه باير لمكافحه غش المبيدات نشوف تجربتهم في غش بيكافحوا الغش ازاي في المبيدات وايه التجربه الالكترونيه اللي بيعملوها وايه الضوابط اللي بيعملوها. اعتقد لقينا يعني معظم الضوابط اللي هي موجوده احنا هنا بنعملها. بس طبعا يعني طلعنا في توصيه مهمه جدا ان لازم يكون في تنسيق بين الجهات وزاره الزراعه ووزاره الصناعه على اساس ان في مواد كيماويه بتخش وزاره الصناعه على اساس انها ماده كيماويه وفي الاصل مبيد دي بتعمل مشكله. طب وزاره الصحه بتسجل مبيدات نفس المبيدات بتاعتنا بس ليها مواصفات غيرنا. فاتفقنا ان يبقى في تنسيق بين الجهات دي كلها واحنا هنبعت لوزاره الصناعه ووزاره الزراعه التوصيات والكتب بتاعتنا والمبيدات اللي اتسجلت السنه دي كلها بحيث يطلعوا على القائمه اللي موجوده عشان ما يبقاش باب خلفي لدخول المبيدات بالتهريب عن طريق التهريب. انا بشكر وجود حضرتك معانا وبشكر الجهد ده من المعمل المركزي للمبيدات. شكرا دكتور ممدوح جلال. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فندم. كده انتهت فقرتنا. بعد الفاصل ان شاء الله هنعود لحضراتكم واخر فقرات برنامج الحصاد وهنتكلم عن محصول الارز. هل من المفترض ان احنا نتوسع ام يعني نقلل من زراعته؟ هل التوسع الراسي جائز دلوقتي وهل بيستهلك كميات كبيره من المياه كالماضي ولا في بحث علمي عمل طفره في هذه الاستخدامات؟ كل هذا بعد الفاصل ان شاء الله. هذا البرنامج برعايه